السلام عليكم خوتي الأعزاز، اللي راوي يروح يتسلف دراهم وراوي يطيح وينوض باش يذبح الكبش، ما نقولو والو، نقولو ربي يهديك برك وهذا ماكا. قاطع ما تشريش ما يحاسبكش ربي سبحانه على رقبتي، قاطع انت زوالي ما تشريش، ما عندكش ما تشريش، ما تروحش تسلف الدراهم باش تشري الكبش. مواطن جزائري يوثق فيديو يوجه فيه رسالة للأشخاص الذين يقومون بسلف المال من أجل شراء أضحية العيد، موضحا لهم ما قاله بعض المواليين أنكم تأتون عندنا من عيد لعيد ولن يقوموا بتخفيض أسعار الكباش محاولين استغلالكم. فهذا المواطن يطلب من المواطنين المقاطعة لأن الدولة الجزائرية تريد مساعدتكم وهم لا. سلام عليكم خوتي الأعزاز، اللي راوي يروح يتسلف دراهم وراوي يطيح وينوض باش يذبح الكبش، ما نقولو والو، نقولو ربي يهديك برك وهذا ماكا. على بالك خرجونا الرعيان، هادو الرعيان هادو خرجونا في تحدي كبير وقالونا هكذا، سمعت الراعي هكذا هدر، قالك والله غير نساوها هادي تعمجوش لينا قائتك وتجو من العيد العيد تحبو تدوك بشرخيص، قالهم ما كانش منها ما تديوه شرخيص. خويا العزيز الألف قاعد سومتو هو من عامين، لو العام اللي فات شريت انا كبش بسبع ملايين ونص، هاد العام راه يواسي ب 18 مليون، الألف ما زاد ما نقص. خويا العزيز الدولة راهي حابة ترفد لنا السروال، الدولة دارت أكبر مزرعة في العالم لتربية الأبقار باش توفر لنا الحليب وتوفر لنا اللحوم الحمراء هنا في الجزائر، بصح حنا ما راناش ندعموا فيها، حنا لازمنا نقاطعوا. خويا العزيز على بالك الراعي علاش راهو يدير هكذا، لخاطرش الدولة دخلت الكبش تاع رومانيا ودخلت الكبش تاع اسبانيا ودخلت اللحم تاع البرازيل وراهي تجيب في لامبورطاسيون. على بالكم علاش الدولة راهي تجيب في لامبورطاسيون وما راهيش تشري عليهم، ما راهيش تشري عليهم في الكازيرنات والسبيطارات والوزارة، ما مش يشروا عليهم قايتك. على بالكم علاش؟ باش توفر لكم الأغنام هنا في الجزائر وطيح لكم السومة. بصح انتوما ما راكمش حابين تفهموا، انتوما ما عندكمش الثقافة تاع المقاطعة. قاطع ما تشريش ما يحاسبكش ربي سبحانه على رقبتي، قاطع انت زوالي ما تشريش، ما عندكش ما تشريش، ما تروحش تسلف الدراهم باش تشري الكبش، خليهم دراهمك في جيبك، مور العيد ان شاء الله روح تشري اللحم نورمال وكل اللحم تاكل اللحم مش بيكم هاد الشيء هذا، ماشي لازم الكبش. هما كي شافوكم شغل نتوما محروقين على الكبش ولازم الكبش اللي راهم يديروا معاكم هكذايا، واحد مصري قال لي والله غير تستهلوا واش راهو يصرى فيكم، قال لي احنا ماشي لازم، قال لي كبش ما قدرناش عليه ما نشروش، ما نروحوش نتسلفوا دراهم باش نشرو الكبش. واللي يحب يزوخ كاين عفايس واحد اخرين زوخ بيهم، البس جديد ونقي روحك، اخر ما اللي يشوفوك الناس مسخ فايح وتمشي بكبش. او ربي يهدينا ان شاء الله وربي ينصر الاسلام والمسلمين، والسلام عليكم.